وهنا انا الحقيقه بيستوقفني حاجه، ما دمنا احنا بقى جادين ان احنا نصلح الوضع وان احنا فعلا نحارب التعصب وان احنا نحفظ المجتمع ونحفظ بلدنا من كل هذه المؤثرات المسيئه جدا، انه يتقال اصل انا ماليش دعوه، ده الضيف هو اللي قال. الضيف هو اللي قال، يعني انا اجيب واحد انا عارف انا جايبه ليه. مبدئيا انا جايبه على خلفيه، لانه تقريبا في ناس بتستضاف لو سالته ايه حيثيته مش هتلاقي عنده حاجه. ايه دوافع استضافته في هذا التوقيت؟ مش هتلاقي حاجه غير انه واحد هيذبح خروف لو الاهلي خسر، واحد بيراهن انه يحلق شعره لو الاهلي خسر. واعمل ده وانا مش ملاحظ ومش واخد بالي ان الكود الاعلامي اللي انا ملتزم بيه عدم الاساءه للاخرين وعدم اثاره مشاعر الجماهير. انما ده يتقال، ونلاقي حتى اللعيبه نفسهم بقوا مندهشين ان ده بيحصل. كابتن سعد سمير كان في ضيافه الزميل مهيب عبد الهادي وسجل ملاحظته. انا حاسك يا مهيب عايز تسخن سعد سمير وعايز توقعه في الغلط، بس هو طول الحلقه هادي جدا وجامد. الراجل ده بيفهم. ايه؟ الراجل ده بيفهم. طب انت عادي ليه؟ لا ما هو الناس عارفه بقى ان انت راجل بتحب تدي الاهلي من تحت لتحت، فالناس لا ما اقدرش والله. اللي هو الخسران فأساك. لا لا لا، اللي يتعامل مع الاهلي اللي هو يدي الاهلي يبقى هو الخسران. لا برافو عليك. آه. وانا بحترم فيك صراحتك دي حقيقي، انت عارف ان انت خسران. لا بجد والله، اللي يتعامل مع النادي الاهلي على أيوه. فكره انت فتحت موضوع مهم بهزار، بس انت بتتكلم بجد. لا هو بص يا مهيب، في نقطتين مهمين في الموضوع ده كويس ان انت اثرتها. يعني الناس بتحس دايما من اللي قاعد قدامها ده ان كان هو بيتكلم بصدق ولا لا، او ان كان هو بيتكلم على النادي الاهلي زي نادي الزمالك زي الاسماعيلي زي بيراميدز ولا لا. فالناس بتحس، الانديه الكبيره يعني كلها، فالفتره اللي فاتت في توجه دايما لحاجتين. ان انا عارف ان مثلا مهيب زملكاوي مثلا تمام، فعارف ان هو ايه، لا في سنه كده على النادي الاهلي تمام. هو مش مبين ده قدام الشاشه، لكن انا من جوايا كمشاهد ومتفرج او مشجع للنادي الاهلي عارف ان الشخص اللي قدامي لا مش سالك. انت معايا بقى لنا كام سنه؟ لا انا بتكلم في العموم. لا انا بكلمك بقى احنا انت لا بقى لنا كتير مع بعض. عمرك حسيت بحاجه زي كده؟ لا قبل كده لا بصراحه. دلوقتي دلوقتي النقطه الثانيه ان الاتجاه دلوقتي، سيبك بقى من الاعلاميين او البرامج، ان انا بجيب ضيف تمام. انا عارف ان الضيف ده هيجي هلفط. تعالى بقى اقعد بقى كده واديها. فيقوم مخبط مثلا في النادي الاهلي. لا سعد، انا عارف ان سعد هيجي هيغلط. تمام، انا عارف ان سعد مثلا هيجي هيغلط في الكابتن وائل جمعه. طب ويقول ان وائل جمعه ده مش عارف ايه. هل طبيعي ان انت ان انا اجيب ضيف ومثلا بتقول ان انا احسن من فلان او يعني بالعقل وبالمنطق هي عقليته وتقعد تشتم في النادي الاهلي وتقعد مش عارف ايه؟ ما هو بيبقى في كده ايه، موضه الترند، انا هجيب فلان عشان يجي يعمل ترند بغض النظر هنغلط في مين. فده مش ما بقاش طبيعي. انا ما عنديش مشكله تقول اي اسماء، ما عنديش. لا مش هقول اسماء طبعا خالص، مش هقول اسماء لان الاسماء هي لا تتناسب مع الانديه اللي لعبت فيها او مع النادي الاهلي او مع النجوم اللي هي بتتكلم عنها. بس انت هتطلع قدام الناس لازم تحترم الناس وتحترم نفسك. تحترم الناس وتحترم نفسك. لما تيجي تتكلم عن نجم كبير، ايوه بس هو حر، لما كل تيجي واحد تتكلم حر عن نجم لازم تحترمه. ايوه طبعا معاك طبعا، لازم الاحترام، في كلام يتقال بس هو اللي بيشيل، هو اللي بيحاسب على الفاتوره مش انت. ما هو اللي جايبه ليه يا مهيب؟ اللي جايبه ليه؟ عشان انا عارف ان ده هيجي هيهلفط باي حاجه.